بدأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتطبيق نظام الوميض الأخضر المتقطع على الإشارات الضوئية الواقعة على شارع ولي العهد مع مدخل المستشفى العسكري بالمحافظة الجنوبية، في حين ستبدأ بتطبيقه يوم السبت على تقاطع شارع الفاتح مع شارع الشيخ دعيج بمحافظة العاصمة. وقال المهندس كاظم عبد اللطيف مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق إنه بناء على قرار اللجنة الفنية لمجلس المرور تم استحداث نظام الإشارات الضوئية الحالي على التقاطعين كمرحلة تجريبية، وستتم مراقبة عملهما وتقييمهما قبل تعميم التجربة على جميع التقاطعات المدارة بالإشارات الضوئية. وأوضح المهندس كاظم عبد اللطيف بأن مقترح استحداث النظام الحالي بالوميض الأخضر المتقطع جاء نظرا لكثرة الطلب من قبل المواطنين بتركيب الإشارات الضوئية الرقمية والتي لا يمكن تطبيقها على الإشارات الضوئية في مملكة البحرين، كون الإشارات الحالية تعمل بنظام أوتوماتيكي باستخدام مجسات لكشف حجم المرور الداخلي في التقاطع، وبالتالي تمديد وقت الإشارة الخضراء أو إيقافها بحسب الحركة المرورية، حيث أن مدة الضوء الأخضر لأي اتجاه تختلف في كل دورة زمنية للإشارات الضوئية وتختلف من موقع إلى آخر لتكون مناسبة مع حجم المرور. عبارة عن تغيير بسيط في الإشارة الضوئية يحذر السواق بتغير الإشارة الضوئية من الأخضر إلى الأصفر إلى الأحمر، فأضفنا 3 ثواني يومض فيها الضوء الأخضر ويعطي إشارة تحذيرية للسواق بأن راح ينتهي الضوء الأخضر وراح تدخل في مرحلة التوقف. ففي الحالة هذه طبعا السواق الكرام عليهم أن يلاحظون الإشارة الضوئية من يشوفونها تبدأ تتغير ويومض الضوء الأخضر، هذا إعلان إليه أن الضوء الأخضر أو فترة الزمن الأخضر للإشارة الضوئية خلصت في الاتجاه اللي جاي منه، ولازم يستعد على أساس أنه هو يتوقف.